مسألة مرك إيمانيسو إشكال هل كائن كإيمان يهدي الناطق بالشهادتين إن شهادتين كقول واقع إن إسلام الله حكمه أي تاي معلوم من الدين بالضرورة مسألة إجماعية أي تاي محا أسام من زيد لو تكفير وهي إرقى لمتكا وهنا الإشكال كجوابتان شهادتين كنينك لي مادة على وجه الإقرار إسلام الله حكم وحات كذا هذي وشيخ الإسلام كتك تيك السدي وإن الرجل كتك تيك السدي ونك اللي إذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كسيه الرجال صدح هذا كتك تيك السدي وأي مبلغ ضرور يتبنى سوقور إن أي شيئين إنه يها معلوم من الدين بالضرورة مسألة إجماعية قطعية أيتها أسامة بن زيد رجلا مدانا وحيد دلين هي الناطق بالشهادتين بيت لين ما حد كل جواب يسأل حلا كل جواب يا بس كده بيرتاي نيك شهادتين كلي مادة وقال شو تيجي إنه كلي مادة إن إسلام الله حكمه ما مسألة عقلية مسوى حكم سمعية هذا الكوحاي حرب ودعاية أنا قد عام الله ما هالله أيو وحكم سمعية ما أرين عقلي أن أنكو أغانا إنا مسوى حكم عضينا يصوبنا عليه الصلاة والسلام وحكم صوبنا عضينا مثل عقل لقو أغانا ما طيب مرة هذه حكم سمعي أوي هاي حكم كالسمعي جاء كتاب كي السنة اللي قصوا هاي خبر الأنبياء والرسل قصوا قنانا يا ها ويس خلاف يكرا أحواشي سي أو قادي سي أشخاصي سبا صادرت انتقال ظني انتقال السمعي من الظن من الظني إلى القطعي ومسألة مبحوثة في الأصول وهي أخبار خصابسة دليلك ذني جاها دليلك السمع جاها أما حكم السمع جاها بكثرة الأدلة بمرح نغنيا ضروري قطعية بقلتها ونغنيا ظني انتشار علم قوبة هيب ونغنيا شيء ظاهرة مر علم قوى قرسومي ويرانا يخفي بسبب الدلية قل يا وحي آخر الزمان كبت باي الدونان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة ما يقانن صوم ما يقانن حج ما يقانن زكاة ما يقانن أدركنا آباءنا وهم يقولون لسوا استغايا تنجيهم حديثك حديث وقت قرميس عند اندراس السنن والشرائع عند فطور الشرائع يبداية واسكمت بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا إذن وحالينا عصمة الناطق عصمة دم الناطق بالشهادتين وصيف على رأسه لم يكن معلوما من الدين بالضرورة من دين الرسول في أوائل عهد التشريع لكن بابايا قد يدن بوحون نقضي معلوما من الدين بالضرورة مجمع عليه عند الصحابة وإن لفهم وركان لفهم التنبيلاته نينك الشهادتين ككل واقع سيفتو مضح كسارا إن إسلام الله حكم وصفت اللي قد دايو بالله قهر إسلام كي دين تنتي اللي عدين يسعدون يدولا أيين نبي ونولا سيدي هاد دو عبي مسألة دو واقع وما يسان عدين سيد نبي قوابي العلي لدق علمي كدي بيقو قادين صحابه وعطا طوش مركو روحي تاقنا أيين هوش فرعوي قال أنا وقد عصيت قبل وكنت فرعون بل قد لا إله إلا الله موسى رسول الله بل قد دي فرعون هل لو قد دي وصيف على رأسي لقد مرد قيساني قرآن كنا محاكم من ميرا دورة آيات اسكم معنا فلما رأوا بأسنا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا قاعدة القرآن واسدة قرآن كما لبدا آخرية هل قول قولا لقصر إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم ليدي ضد كلوام حي ورنت برسامات كإسلام باشو هذي مدح مدي عنتي ماد عرق الصوحر حلو قوم حب الله وضو عي علي يلي مهاي عبا سعاد ما يوار كايين نين كسور نقول لي سيفتي ورن كمركان لدو فولي
عايدي ورك زوام حي ورك فرعون ويتقنايين. لكن بيان الرسول القاطع يدقالك النبي أقلي في بيان المسائل الصحابيس والله قلي مسوي حسب هذا الشيء مسألة أنا أقبل مرام ضنب أسام مزهد اللي عدور داري مالين كاس أضوه ما أنت اللي عدور داري ما يمال الدابا قلي سيد قلعوه حموتك قادي ما كان مدح تاقيري مركو موتا قاردي هذا ما أنت المسألة دا كمر قطو محايا إلي أو تانو أسام وكلان هاي آتراض حلقي سنة مجوكتي تأويلك سنة مليهد حالتنا حالتي ما وركينا الفانتين بيلاتها مسألة مركة وحيو خضوع عيساء كلية الجهل بالشرع هو استقيسا الجهل بالشرع وحان سكوه غير كفر ماءها تأويلك صائغانا ونوع من الجهل تأويلك أن صائغانا عنبيننا ونوع من التكذيب لأخبار الله استحلالكم والله بقي يبوت مد قال لما كيني مدان كينين مد قال لما دان كينين جهل بقول الله بتاع مثل كيانا قال لماذا التكذيب بقول الله بتاع أو شاهل العقاد صادرت أبو طيب الطبري من أئمة الشافعي أصحاب الوجوه أفضل كنتم كدنتي يوحكها الله مسألة دي آيات قدام المضعون خمر وبنى يسيب على الشيء محل له تكفير واي آيات ما إدو أخري ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا آيات قرن يسين يتأوي شذي خمرنا عبيه محال لو تكفيرون واي استحلال الخمرنا وحيد لهين علوم هذا إذن كنا أكتين إن هاي كفر أكبر معلوم من الدين بالضرورة ومن استحل الخمر كفره محو ذاتك بدر وقالوا بواي هذا لا القيام بذنب لأنك فقيه أصحاب الوجوه شافعية وحوري في ذلك الوقت حلق قدام مدعون مسألة أو تأويل شدي أيضا ما يدن وقسم بالرحضي كان التأويل صائغا ثم حرم التأويل بإجماع الصحابة أما ثم حرم التأويل بإجماع الصحابة وهذا كما نقول في أن من استحل الخمر كفر وقد كان قدامة استحلها ولم يكفر لأن التأويل كان صائغا وقد احتج قدامة بقوله تعالى آية بسيدة فبين له الصحابة أن هذه الآية نزلت في من مات قبل نزول تحريم الخمر وأن تحريمها عام في جميع الناس وأجمعت الصحابة على ذلك وكان من اعتقد إباحتها بعد ذلك كافرا لأنه يكون مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علم تحريمه في شريعته ضرورة وإجماع الخاصة والعامة عليه والله أعلم. التعليقة الكبرى شرح مختصر المزني مجلد 8 الضباط صفحة أفر بقولي اللحظة هذا كقيامة كآخرية وركزات بقول فهندين اللي أنا طلبت علم الله الله إياه مركز هو عدي يا شيخ وحون مركز سيدا وقدام وقد جوابي وحاد وقد جوابته تي أسامي نزيد ولبا يضا كدرا وقرآن قرآن با حوجين هي تأويل كأسامي يا صحابة الله متك لكن وحاوي مسألة ومسألة محصومة بالنص والإجماع بعد ذلك وحكوه الرئي تأويلكم معذور روح ولو عذور دا أما هذا ما قاد أبو يعلى باسمه هوشا الله مدى كهالي وحوي لي عم بعد كربي قدام مدعون بخمر ربنا يستوى الخمر واحد به جن آيات داسا حجيسن جن ما يدور لكن وحور فلم تكفرهم الصحابة بهذا القول وما تكفرن وبينوا لهما حكم الحكم في ذلك لأنه لم يكن قد ظهرت أحكام الشريعة في ذلك الوقت ظهورا عاما ولو قال بعض المسلمين في وقتنا هذا لكفرناه لأنه قد ظهر تحريم ذلك هل كاسو الله مرأي أصلا هذا لا أدقين بذنب أولئي إن قيم حكتري هذا القادة أبو يعلى وحاقوه الرجي أبو طيب الطبري إنه يهي من بداع الفوائد كتاب بداع الفوائد بونا كسك هيني وحكسو قالي من الفوائد العلمية التي أفادها القاضي أبو يعلى أبو كردي من جلد صدحات سبحان الله كون يطبن كفيرية بداع الفوائد كم قيم أصلا كان قد جيسا وذا دور دون حاقوه الرجي ففاي الإمام الخطابي في شرح البخاري وفي شرح سنة بالدول لكن لابد ما ذهب القضان سيف عن وجه على سنة سوقوري سلوفا أنت إشكال كلامك تاسلك كأقادة وإشكال ما دوي العليا المعاصرين تودادوه كل رفتان محام مسألة ذي سيدة تاي ومعلوم من الدين بالضرورة أي تاي ومسألة إجماعية أي تاي إن
نك شهادتين كقرة واقع على وجه الإقرار والرئيس والصيف على الرأس يحلك الإسكاب الدائي إن إسلام الله حكومة يو وإجماعيا محدول يدين هذي تهينا لو تكفيرون واي أسامة بن زيد وأين أتقابك وجوابتان أوتر هذا مسألة فهم ويكاره صبح ضي معاما يباطن مس علماء بنقول هذا الله دينتم كوقة يبسطن مسواها هل سلد يكون جرتا مسائلكم مسكو درجة مسوا كلا درجة ورح أضو سيد أضوبة حق محن كوكو سوا جبنا وين أرتل لا سوى صدا في عن هون الأسبوع أمر كرب الأسبوع حكارين